عجينة السكر الكورية لتبييض الجسم وكذلك الوجه، وهذا المقشر سهل الاستعمال ويزيل الجلد الميت والحبوب الرقيقة الموجودة في الجسم، وكيوحد لون الجسم وينظف البشرة بعمق. وبالنسبة لطريقة الاستعمال، كناخدو عجينة السكر ونضع فيها قليل من الماء ونفرك الجسم، ويمكن لكم تستعملوا قليل مع عجينة السكر على حسب المنطقة اللي باغيين تقشروها. وهذا المقشر يمكن لكم تستعملوه مرة أو مرتين في الأسبوع.